سيدي أتود بعض الماء. مرحبا، أتود بعض الماء. طبعا، شكرا. تفضل. أيها الأبله المعتوه، أنا متأسفة، كان ذلك خطأي بالفعل. لا تحاولي تحمل اللوم عنه، كنت أعلم أنه سيحدث مشكلة بمجرد أن رأيته. هذا سخف، لا يجب أن يجلس أحد بجانبه. أطلب مقعدا جديدا في الحال. حسنا، دعني أتحدث إلى قائد الطائرة. نعم نعم نعم، أنا سعيد لأننا تفهمنا. حسنا. يا للهول، متأسف جدا، اسمح لي أن... لا، الواضح أنك لا تجيد فعل أي شيء. أنا آسف. حسنا، تحدثت إلى قائد الطائرة. جيد، وجدت مقعدا؟ بل الأفضل، نحن بصدد نقلك إلى الدرجة الأولى. هذا ما أتحدث عنه. الحمد لله، لن أجلس بجانبك بعد الآن. سأخذ الحقيبة. لا لا، هذه ليست حقيبتي. متأسفة، لم أكن واضحة. قائد الطائرة غير تذكرته للدرجة الأولى لأننا اتفقنا أنه لا يصح أن يجلس بجوارك. ما هذا الهراء؟ معذرة، هل تنتقل للدرجة الأولى؟ يسعدنا ذلك. حقا، أحببت ذلك. رائع، سيصحبك قائد الطائرة بنفسه. سأحمل الحقيبة. شكرا. معذرة. بالمناسبة، هذا الكتاب يتحسن في الفصل التالي. عما تتحدث وكيف تعرف؟ لأن أنا توم، توماس واتسون، كاتب هذا الكتاب. انتظر، أنت كتبت؟ أنا لا أفهم، أنت لا تبدو كشخص. أعتقد أنه لا يجب الحكم على الكتاب من غلافه. سيد توماس، لقد جهزنا مقعدا لأجلك. رائع، أنا قادم. رحلة سعيدة.